حقيقة ما يجري الآن بالنسبة للأحداث التي تمر بها التي يمر بها العراق عفوا، وخاصة في فترة منذ تسلم السيد السوداني حتى الآن، نرى أن هناك تغييرات كبيرة جدا ربما متوجهة إلى محافظة الأنبار، وخاصة أن موضوع العلاقة ما بين السيد الصدر وما بين عفوا ما بين السيد السوداني وما بين السيد المالكي حول محاولة إغراء السيد السوداني بولاية ثانية أجل بقائه في هذه السدة الحكم المقبلة، فربما سيدفع السيد المالكي إلى أمور هي محاربة الكثير ممن وقفوا مع السيد الصدر، وخاصة بما يتعلق بالسيد الحلبوسي وحزب تقدم أو أي مكون آخر سواء كانوا من الأكراد أو من السنة في تحالفهم مع السيد الصدر سابقا. نعم دكتور نبيل، إذا كان الإطار التنسيقي لا يثق بالسنة والكرد، فلماذا تحالف معهم وشكل حكومة لا يثق بها الغالبية السياسية؟ حقيقة هذه المشكلة التي صدمنا بها لاحقا، وكنا نتمنى أن نصون العهد ونصون الاتفاق الذي كان مبرم سابقا قبل تشكيل الحكومة ما بين الأكراد والسنة من جهة وما بين الإطار التنسيقي من جهة أخرى، ولهذا كنا نأمل أن يبقى هذا الاتفاق لكي يكون شريعة لنا في المستقبل، وأن نثق ببعضنا البعض ونبني وطننا بشكل صحيح وبشكل حقيقي دون أن ننقض العهد، أو ربما تكون هناك إشكالات سياسية ربما لم يفكر فيها الإطار، ونتطلع إلى أن نبني وطنا بعيدا عن التناقضات، ونبدأ بالأمن والأمان وسيادة القانون، ودعواتنا للسيد السوداني بهذا الشكل.